أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولكاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت وأنت ربنا وإليك المصير. واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما مئات إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وفي رواية من حفظها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والمالك القدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر الخالق والباري والمصور والغفار والقهار والوهاب والرزاق والفتاح العليم والكابد والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل والسميع والبصير الحكم والعدل واللطيف والخبير والحليم والعظيم الغفور والشكور والعلي والكبير والحفيظ والمقيت والحسيب الجليل والكريم والرقيب والمجيب والواسع والحكيم والودود المجيد والبائس والشهيد والحق والوكيل والقوي والمتين الولي والحميد والمحصي المبدي والمعيد والمحيي المميت الحي والقيوم الواجد والماجد الواحد الأحد الصمد والقادر والمقتدر والمقدم والمؤخر والأول والآخر والظاهر والباطن والولي المتعالي البر والتواب والمنتقم والعفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط والجامع والغني والمغني الماني والضار والنافع والنور والهادي البديع والباكي الوارث والرشيد والصبور